ينضم إلينا من هناك عبر سكايب حسان تقديم مراسل شبكة شام الإخبارية. حسان حدثنا ماذا يجري في بلدة عربين مع حصيلة استهداف مدفعية النظام لمظاهرة الأهالي، وما أبرز الشعارات التي كان يحملها الأهالي؟ نعم مساء الخير. في البداية القصف استهدف منطقة السوق الشعبي للمدينة. هذه المنطقة من المعلوم عنها أنها مكتظة بالسكان، وأيضا يعني مأوى لبعض الأسباب التي تتواجد في المنطقة. الحصيلة حتى الآن 5 شهداء بالإضافة إلى ما يقارب 35 جريح، معظمهم بحالات خطيرة نتيجة الاستهداف المباشر لشارع السوق الشعبي في المدينة. أيضا خلال يعني العمليات النقل أفادت المجلس الطبي في مدينة عربين أن بين هؤلاء الشهداء نساء، بالإضافة إلى أن وجود أعداد كبيرة من الأطفال بين الجرحى. طبعا المكتب الطبي يحاول جاهدا الإسراع في عمليات الإسعاف والعمليات التي يحتاجها الجرحى، ولكن ربما يزداد عدد الشهداء نتيجة هذا الاستهداف. أيضا اليوم يعني بالنسبة لباقي التطورات، حسان قبل أن ننتقل لباقي التطورات، يعني حدثنا عن هذه المظاهرة، أبرز الشعارات التي كان يرددها أو يحملها الأهالي. بالنسبة للمظاهرة أخي الكريم، ليس لدي معلومات إن كان الأهالي خارجين بمظاهرة أو لا، ولكن حسب ما سمعت من شهود عيان في مدينة عربين أن هناك منشورات، أن أهالي مدينة عربين استيقظوا ويعني اطلعوا على منشورات معلقة على الجدران في مدينة عربين تنادي إلى الاجتماع في أحد ساحات المدينة. لم أعلم تفاصيل هذا الخبر، ولكن يعني بشكل عام الخبر الذي وصلني أن الاستهداف كان لمنطقة السوق الشعبي، هذه المنطقة المكتظة بالسكان بسبب وجود البسطات وتجمعات الأهالي هناك. نعم. أيضا ربما أنتقل الآن إلى باقي التطورات. اليوم اشتباكات على محور شارع فلسطين بمخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، وأيضا تعرضت المنطقة إلى قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، أيضا سقوط قذيفتي هاون في محيط صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة دمشق أدت لسقوط عدد من الجرحى المدنيين. أيضا اليوم في ريف دمشق تمكن الثوار من قتل عنصرين من قوات الأسد على الجبهة الشمالية بمدينة دارية. أيضا جرت اشتباكات متقطعة على أطراف بلدة زبدين بالغوطة الشرقية تزامنا مع سقوط عدد من صواريخ الأرض أرض على أطراف البلدة، بالإضافة إلى سقوط عدد من صواريخ الأرض أرض على أطراف بلدة جسرين من جهة البساتين. أن الطيران المروحي ألقى برميلين متفجرين على مدينة الزبداني في الوادي بردة، وأيضا على بلدة حسنو في المنطقة سقوط شهيد وعدد من بالإضافة إلى الشهداء بنينة عربين والجرحى الذين سقطوا فيها. نعم حسان، بالنسبة لمخيم اليرموك، هل يستمر توزيع المساعدات الغذائية لأهالي المخيم؟ بالنسبة للمساعدات أخي الكريم، النظام حتى الآن يفرض طوق أمني ويفرض الحصار على مخيم اليرموك. حتى الآن الطرق معابر منطقة جنوب العاصمة دمشق مغلقة بالكامل منذ 33 يوم على التوالي. مياه الشرب مقطوعة عن منطقة جنوب العاصمة دمشق كليا منذ ما يزيد عن 132 يوم على التوالي. طبعا هذه الأعداد بحسب الناشطين في منطقة جنوب العاصمة. النظام يعني حتى الآن لم يمنع دخول المساعدات إلى مناطق جنوب العاصمة دمشق باستثناء القافلتين اللتين دخلتا عن طريق الهلال الأحمر خلال الأسبوع الماضي، وكانت يعني تحوي على 3000 سلة حصيلة هاتين القافلتين اللتين دخلتا. نعم حسان تقي الدين مراسل شبكة شام الإخبارية حدثنا من ريف دمشق، شكرا.